إلى تبعية وارتباط مختلف النخب بالنخب السياسية والسلطوية، بحيث أن المثقف لم يعد يعرف نفسه إلا في علاقته مع السياسي، ودون أن نحفظ للسياسي أن نحفظ للثقافي استقلاليته عن الشأن السياسي. الذي حصل مع الربيع هو إعادة تصحيح هذه العلاقة، وهو تصحيح جوهري، لأنه لماذا حصل هذا الارتباك أو هذا الاختلال أو هذا الاندحار كما عبرت عنه في البداية؟ هذا الاندحار حصل بسبب اختلال في العلاقة بين المجتمع والدولة في إطار يعني الربيع الديمقراطي. في عدد من الدول العربية طرح هذا السؤال: هل المجتمع في خدمة الدولة أم الدولة في خدمة المجتمع؟ عندما أصبح المجتمع في خدمة الدولة أصبح المثقف في خدمة السياسي، وعندما تصبح الدولة في خدمة المجتمع، عندما يتم تصحيح هذه العلاقة نحو توازن حقيقي، آنذاك يستعيد المثقف استقلاليته أو وضعه المستقل، لأنه آنذاك يصبح هو في العمق معبر عن المجتمع، معبر عن حراك المجتمع، ضمير للمجتمع. هذا هو جوهر المثقف في تاريخ العربي أو في التاريخ الإسلامي أو في التاريخ الأوروبي أو في التاريخ الصيني أو في التاريخ يعني الأوروبي الشرقي أو في التاريخ اللاتيني. كن دائما يعني مسألة من الأمور التي يمكن أن نقول عنها كونية، أن المثقف دائما هو منحاز للمجتمع، ضمير للمجتمع. تحول المجتمع، الدولة أن تصبح في خدمة المجتمع، ينتج موضوعيا هذه الوضعية الجديدة، وبالتالي يفرض علينا أن نحرر العلاقة من إطارها التبعي إلى هذا الإطار الديمقراطي الجديد.